بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته ورافته وبركته من الان وللابد امين. كل عام وانتم طيبين. بمناسبه بدايه شهر كياك المبارك، الكنيسه بتعيش في الايام ديت استعداد انها تستقبل ابن الله المتجسد، اعظم حدث تم في تاريخ البشريه، اهتز ليه الكون كله والخليقه كلها، وقسم تاريخ البشرية لقسمين، فأصبحنا نؤرخ لكل البشر في قبل ميلاد المسيح أو بعد ميلاد المسيح. العالم كله يعترف بهذا التأريخ حتى لو كان غير يؤمن بالمسيح. وفي العهد القديم برزت رموز كثيرة جدا كانت بتشير لميلاد المسيح وتجسده. أعظم هذه الرموز ظهرت لموسى رئيس الأنبياء على جبل الله حريم. ظهر له ملاك الرب بلهيب نار في وسط عليقة، فنظر موسى وإذا العليقة تشتعل بالنار وهي لا تحترق، فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ رؤية بهرت موسى وأدهشته، ووقف مدهوش من بعيد واقترب في دهشة وفي وقار وفي خوف، واشتاق أن هو يميل وينظر هذا المنظر. وإذ بصوت يناديه ويقول له: يا موسى اخلع عليك لأن الأرض مقدسة. هي دي الأحداث اللي بتعيشها الكنيسة هذه الأيام، إذ أن المؤمنين في هذه الفترة بينتظموا في العبادة ويتابعوا الصلوات، والصلوات تزداد عمقا وتزداد طولا، وبتبقى فيها مشاعر جميلة وإحساس روحي، وكأن الكنيسة بتهيئ نفوس المؤمنين وتعد أذهانهم وقلوبهم عشان يعيشوا في حدث الميلاد المجيد. سر عظيم يفوق العقل، الله ظهر في الجسد، أمر مهيب. جمل الزمان وارتضى الإله الأزلي الأبدي الخالق الكل أن يحل في أحشاء السيدة العذراء ويولد منها في شبه إنسان. شهر كياك هو الشهر الرابع في السنة القبطية، يوم 29 منه بنعيد بعيد الميلاد المجيد اللي هو دايما يتفق مع يوم 7 يناير، رغم أن في 2020 هيوافق 8 يناير، فبنعيد يوم 7 يناير التزاما أمام الدولة بيوم 7 يناير، ونعيد تاني يوم 8 يناير احتفال طقسي جميل بيوم العيد. والكنيسة تمتعنا في هذا الشهر من خلال القراءات الكنسية في أناجيل أيام الأحد الأربعة لهذا الشهر المبارك. فبتحكي لنا الإصحاح الأول من إنجيل لوقا البشير تقسمه على أربع أجزاء على الأربع أسابيع. فمثلا في الحد الأول بتبقى موضوع الإنجيل عن البشارة بميلاد يوحنا المعمدان، لأنه كان سابقا السابق الصابغ الذي يهيئ الطريق أمام الرب. والحد الثاني البشارة بميلاد السيد المسيح له المجد، وتقبل السيدة العذراء الطاهرة الوديعة أنها تكون أم لله من أجل خلاص البشرية. الحد الثالث بيتكلم عن بقى موضوع الإنجيل عن زيارة العذراء الأليصابات، وفيها بيتم لقاء عجيب جدا وعظيم جدا، لقاء الأجنة كل في بطن أمه، فيسجد يوحنا للسيد المسيح ويخر ويتضع أمام الإله الآتي إلى العالم. حد الرابع ولادة يوحنا المعمدان وأبوه زكريا بيتنبأ عنه، وبعد كده بيجي العيد مباشرة. وصوم الميلاد هو الاستعداد الروحي، الهدف منه الاستعداد الروحي لاستقبال العيد. مدته 40 يوم اللي صامها موسى النبي على الجبل عشان يستلم لوحي الشريعة مكتوبة بأصبع الله، وإحنا بنصوم نفس المدة بس مش عشان نستقبل كلمة الله المكتوبة بأسبوع، ولكن نستقبل كلمة الله المتجسد. وعشان كده بنقضي ساعات طويلة في الاستعداد لمجيئه وفي تسبيحه وتمجيده.
وثلاث أيام يضاف إليها الصوم عشان نتذكر المعجزة قبل النقل المقطم في القرن العاشر. إيه اللي بيدور في الكنيسة في هذه الأيام المقدسة المباركة؟ دي فرصة بقى نترك عننا انشغالات العالم ونشترك مع الكنيسة في التسبيح اللي بتقدمه بوفرة خلال هذا الشهر. داود النبي سبح ربنا وقال له 7 مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك. ورقم 7 رقم الكمال. الكنيسة مثلا رتبت لينا صلوات الأجبية 7 صلوات بتستغرق النهار كله، تاخد اليوم كله. وفي شهر كياك عندنا حاجة اسمها 7 و4، 7 اللي هي 7 تضكيات بعدد أيام الأسبوع، كل يوم له تضكية، يعني تمجيد أو مديح للست العذراء من ثأوتوكية، ثأوتوكوس والدة الإله. وده عشان تحيي لنا الكنيسة بأهمية العبادة المستمرة وضرورة التسبيح في كل يوم. و4 اللي هم ال4 هوسات، كلمة هوس يعني تسبيح، والنفس اللي اختبرت الخلاص وداقت محبة ربنا لا تكف أبدا عن التسبيح واللهج والمناداة لاسم الله القدوس في كل الظروف. عشان كده الكنيسة تعطينا فرصة رائعة في ليلة الحد في ال4 حدود بتوع شهر كياك نمضيها في التسبيح، تسبيح بلا شبع ولا نهاية من مدايح وترانيم وأغنام سماوية، تسمع المديحة كأن بوقة، كأن جوقة من الملائكة بتسبح وتمجد اسم الله. واللي بيحضر ويشترك ويشارك ويفرح ويسمع التسبيح ويشترك فيه بيعيش حياة سماوية، يترك عنه هموم العالم وهموم الدنيا والحياة اليومية، يشعر بهدوء وسلام واسترخاء حقيقي بين يدي الله. وهذه الألحان العذبة الجميلة بتنقله إلى آفاق واسعة وأسمى وأعلى في الشركة والحياة مع الله، فيخرج منتعشا يردد كده مع داود يقول لربنا في وصاياك، في طريق وصاياك أجري، يزداد حبا للكلمة ولوصية الله. التسبيحة العادية السنوية اللي بنقولها في كل السنة على مدار السنة بحالها عبارة عن ال3 هوسات الأولانيين، وكل هوس له اللبش يعني تفسير بتاعه، وبعدين إبصالية يعني مديحة بتاعت ال3 فتية، بعدين مجمع القديسين وبعدين الزكسولوجيات والهوس الرابع، وبعدين إبصالية وتضكية الحد، ده في ليلة الحد يعني. لكن في شهر كياك في بقى ما هو أوفر وأغنى وأكثر اتساعا وأعظم متعة وتشويقا تزداد على هذه الترتيب السنوي المعتاد اللي احنا تعودنا عليه طول السنة. مجموعة كبيرة من المدايح مرتبة على تضكية على تضكيات، ومعروف عندنا نوعين من الإبصاليات، في إبصاليات في الأيام الأضام وفي إبصاليات في الأيام الواطس. أيام الأضام اللي هي الحد وال2 وال3 بتبقى مرتبة على وزن مديحة معروفة تبتدي بكلمة آدم، أضام اللي هو آدم يعني، اللي هي بالضبط يعني بنسمعها احنا كتير في شهر كياك، اللي هي آدم بدء الخالق رديته يم إسوس من أرض شأ وضيعة مرية بارثينوس كده يعني. إنما دي الأيام الأضام. في الأيام الباقية بقى اللي هي مثلا زي الأربع الخميس والجمعة والسبت بتسمى الأيام الواطس، لأنها كلمة فاطس يعني عليقة، وسميت كده نسبة للمديحة العليقة اللي انتوا عارفينها، عليقة التي راها موسى النبي في البرية والنيران تشعل جواها ولم تمسسها بأذية. وهكذا تتعدد المدايح على الطريقتين دولت، الأضام والواطس، مرتبة على الهوسات الأربعة، والهدف منها أنها تشرح معنى الهوس وتركز على الموضوعات اللي ذكرت فيه وتدي اهتمام للنفس أنها تتأمل فيه
ما تقصده هذه الهوسات. وبعدين برضو ناخد بالنا ان المدايح دي بما فيها من تنوع في الصياغة بتاعتها والمرونة والحيوية حتى في طريقة أدائها. يعني في مدايح تبص تلاقي المرتل لوحده بيقولها، في مدايح تانية ليها قرار متكرر، ممكن من الشمامسة يقولوه يكرروه كل شوية بعد بيت أو بعد كل بضعة أبيات أو بيتين وهكذا، وهكذا تنتعش وتسمو روح العبادة، والكل يشترك ويردد هذه الترانيم الجميلة والمدايح والإبصاليات بروح فرح وروح تهليل وروح تسبيح. شهر كياك شهر التسبيح، الكنيسة بتحشد فيه مجموعة كبيرة من الألحان الرائعة. نحرص في تسبيحة يوم ليلة الحد إن احنا نقول كل الألحان الكبيرة المعزية الجميلة المؤثرة اللي كأنها يعني بتعزف على أوتار القلوب وتحرك المشاعر وتملأنا بروح وقار وحشمة والتزام وحب وفرح، وتحببنا أكثر في أمنا الكنيسة، عبارة عن كنوز وثروات رائعة وضعوها الآباء. أشهر هذه الألحان مثلا لحن هوسيروف، إلى آخره، يعني لحن من طويل جميل نغماته ترفع النفس لفوق، فوق أوجاعها وفوق ألمها. برضو لحن في نفس القطعة دي لحن أريهو تشاسف، يعني زدوه علوا. لحن تنين من الألحان المعزية اللي نحرص نقولها في ليالي الأحد. حتى الهوس الرابع أيضا بيضاف إليه بعد كل فقرة قطعة من المزمور اللي هي يليق لإلهنا المجد، يليق لإله، هكذا يعني تضاف جملة كده مع كل ربع تقال في الهوس. وطبعا ما ننساش ان في بداية التسبيح نصف الليل بنقول لحن الألي الكبير اللي هو بداية كلمة قليل ويا، ولحن طويل بياخد كذا دقيقة ولكنه لحن جميل معزي جدا للهوس الكياكي اللي فيه 38 قطعة من مزامير داود النبي كلها بتتكلم عن تجسد السيد المسيح. أما القداس بقى الإلهي بتاع يوم الحد فبتضاف بعض الهتنيات، في مرد إبراكسيس مخصوص، في مردات للإنجيل لكل الحد الأول والثاني والحد الثالث والرابع مختلفين، في أسباس مصات، مرد المزمور، مرد الإنجيل ومرد المزمور، مزمور التوزيع، كلها ألحان خاصة بشهر الكهك. وكأن الكنيسة بتدعونا نحن نعد أنفسنا وقلوبنا عشان تبقى مزود يستقبل ابن الله المتجسد الآتي إلى العالم، وتدعونا نختبر حياة التسبيح مرنمين دوام للرب قدوس 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 مجدك يملأ الأرض والسموات. كل عام وأنتم بخير.